تمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بمدينة رأس بر البر بعد تلقي بلاغ بوجود جسم غريب أمام محل لبيع الخمور بالسوق العمومية بالمدينة. وانتقل خبراء المفرقعات على الفور للموقع وتم التعامل مع القنبلة وتفجيرها بواسطة مدفع مياه، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا أثناء تفكيكها. وكشفت المعاينة الأولية أن الهيكل المتبقي من القنبلة عبارة عن أسلاك كهربائية وكمية من البارود، وتم وضعها داخل عبوة زرعت في السوق.